شفت شلون؟ بالأول ما كانت عجبتك الحصة، كان بدك البراد والتلفزيون. لك يا لطيف قديش كنا ندمنا لو أخذنا نحن البراد والتلفزيون وعامر أخذ اللوحات وباعهم بالسعر. لا حبيبي ما كنا ندمنا، لأنه أخوك على قد ما هو ذكي وحربوق كان رح يبيع اللوحة مثل ما أنت كنت بدك تبيعها ب6000. يبقى لا تنسى أنه باعوا اللوحات بهالسعر بشطارتي أنا. بشطارتك؟ يعني مو بشطارة المرحوم اللي رسم وتعب وسهر الليالي؟ لا سيدي مو بشطارته، أصلا لو كان عايش ما بيحلم يبيع لوحة من لوحاته بربح السعر. والدليل أنت كنت رح تطلب فيها 6000، لو ما أنا لحقتك وسكتك كانوا راحوا اللوحات بتراب المصاري. على كل حال كتر الله خيرك يا شاطرة. صدقني ما عم بفهم عليك، صار لك ساعة عم تاخد وتعطي معي وتقرب وتبعد وما عم تفهمني شو القصة. ليش ما بتفوت فورا بالموضوع وبتخلصني من الهم؟ بصراحة أخي أنا حاسس إنه بيطلع لي عندك تعويض. تعويض شو؟ تعويض عن الخطأ اللي صار بالتقدير. تقدير شو؟ تقدير الورثة. يعني أنت الله يتم عليك بعت اللوحات ب240,000 ليرة، وأنا شو طلع لي؟ براد وتلفزيون مستعملين وما بيطلع حقهم 20,000. إيه وأنا شو دخلني؟ أنا ضربتك على إيدك وقلت لك خذ البراد والتلفزيون؟ لا طبعا ما ضربتني، الحق علي أنا. ها؟ يعني أنت اخترت إرادتك؟ هاي أولا. ثانيا اللوحات انباعوا بهالسعر هيك بمحض الصدفة. ولا لا ليش بمحض الصدفة؟ من شطارة مرتي ومهارتها، هي شلفت السعر والشاري رضي فيه. ما اختلفنا، كمان مرتي بتعجبك وشاطرة بالشلف، يعني لو كان اللوحات عنا واجتنا بيعتهم كان ممكن تشلف أكتر. أنت ما بتعرف لمرتي قد شليفة ما في. طيب بهيك حالي لو كنت أنت بايعهم كنت عطيتني تعويض؟ ايه طبعا بعطيك، يعني بدها اثنين يحكوا فيها، ما أحلاني يكون بايعهم وما أعطيك. طيب وقديش بدك مني تعويض هلا؟ أخي نص بالنص، يعني أنت بتاخد غرض من اللي عندي وبتعطيني منك 120,000 ليرة، وهيك بتكون القسمة عادلة. 120,000؟ لا حبيبي ما حذر، وهيك تخمت شوي، هذا المبلغ من حقي أنا، بس ممكن يطلع من خاطري أعطيك شي 10,000 ليرة. شو 10,000؟ بس 10,000؟ حبيبي هذا اللي بيطلع من خاطري. هيك بتصدمني كتير. شو بدي أعمل لك إذا كان حظك هيك؟ طيب هات 10,000. لك مو معقولة واحد غيرك كان لحش العشرة آلاف ليرة بخلقته؟ معقول أنت عامر قديش نفسك دنية؟ لك من 120,000 ليرة بترضى تاخد 10,000؟ شو بدي ساوي يعني؟ هدول اللي طلعوا من خاطره. لك يكسر خاطره إلهي، قديش طمعوا بالحموضي. بس شو بدي أحكي؟ شو بدي أحكي؟ الحق مو عليه، مو عليه أبداً. الحق عليك أنت اللي سكت له وخليته يركب على ظهرك. بالفعل عامر إنك طلعت ني وتشتوش فوق اللزوم وما بتعرف تطالب بحقك. تعرف؟ بتعرف إذا ما لحشت له 10,000 ليرة بخلقته؟ والله ماني قعدت لك بالبيت ولا دقيقة. بس يا علي لا تبسبس عامر، لا تطقني، سمعت شو حكيت معك ولا عاد لك وقفت لك؟ خلص خلص روقي، بكرة بروح لعنده. لا مو بكرة، اليوم، اليوم وهلأ كمان. ولك خلصنا بقى العمضابك، شو صايرة؟ ما عاد لي كلمة بهالبيت يعني، عم قلك بكرة يعني بكرة، خلصنا.